سلطه كاليماري بالكرنب الاحمر والاخضر. نقول المكونات: كاليماري محمر، كمون، شطه، كرفس، ثوم، ليمون، كرنب احمر واخضر او ابيض. طيب، نفس الطريقه اللي عملت بيها السمك هي اللي عملت بيها الكاليماري. دقيق، بيض، دقيق في الزيت ده كده، علشان لو كان عندنا مثلا اكل من الظهر نقدر نستعمله سلطه بالليل. طيب، نبتدي الاول نعمل دريسنج ونخلص منه. ناخد معلقة ملح، معلقة كمون، معلقة شطة، نص معلقة شطة بس، ما حطيتش معلقة كاملة. طبعا ده راجع برضو لحضراتكم. زيت زيتون وفلفل اسود اربع معالق زيت زيتون. على فكرة الدريسنج اللي انا بعمله ده تقدروا حضراتكم تعملوه زي كده بالظبط وتزودوا الكمية ويبقى محطوط في علبة بلاستيك. انا هقول يعني للامان الامان خالص يبقى ما عندناش مشكلة 3 ايام. طبعا هو المكونات اللي فيه ما بتبصش، يعني طبعا مش حاجة ما بتبص، لكن الزيت والملح والفلفل والكمون والمية يقدروا يقعدوا كمية كبيرة. بس خلينا لو هنعمل كمية نخليها 3 ايام في التلاجة مش اكتر من كده، ونخلصها ونعمل غيرها. كده الدريسنج خلص، يبقى فاضل عندنا الكرنب. طبعا الكرنب حاجه من المكونات الظريفه جدا جدا جدا، مفيد جدا. انا بس عايز اقطعه رفيع على قد ما اقدر. طيب، انا نسيت احط الليمون والثوم في الدريسنج، ما دام الطبق ما خلصش يبقى ما نسيتش. احط عليها سنه ملح صغيره كده علشان نقدر نهرسها. ده لازم في الدريسنج لازم الثوم يتهرس عشان ما يطلعش في البق، ما يبقاش في حاجه طالعه في ال، ما الاقيش حته ثوم كبيره في البق يبقى مش حاجه ظريفه، يعني تبقى زياده شويه تخلي الواحد ما يبقاش مبسوط قوي من الاكل. كده اعتقد ان كلهم بقوا شبه بعض او يعني نفس المقاس. وطبعا الكرفس من الخضار المفيد، فايده غير طبيعيه للجسم كله، وما عندوش اي يعني ما فيهوش اي مشكله. ما اعتقدش في حد، ممكن سمعنا عن حد عنده حساسيه من الكرفس، يعني ما سمعتهاش قبل كده. طلع بس دي انا هحط الكرفس سليم زي ما هو، يعني هقطعه بس مع الكرنب. طبعا تتعمل بالخس، تتعمل بالكرنب، تتعمل باي خضار. تمام كده، فاضل نقلب الثوم والليمون في الدريسنج. انا بحاول اقلبهم على بعض عشان يبقى لونهم كويس، شكلهم حلو. وناخد بقى الكرفس وبقيه الكرنب الصغير. ممكن لو مش عاوزين تخلوا الكاليماري يكون محمر بالطريقه دي، ممكن نحمره، اسف مش نحمره، ممكن نسلقه لو دايت. طبعا لو دايت ممكن نسلقه مفيش مشكله، ممكن زي ما هو نرصه كده في صينيه وندخله في فرن، زيت خفيف لو يترش عليه كده، او حتى يتمسح بحاجه بسيطه ويبقى دايت. هنرصهم كده. وبعدين عندي انا هنا مثلا شويه شبت، هقطع عليهم شويه شبت كده من فوق، وطماطمايه تشاري في النص. في كل ده طبعا تزويق علشان نبص على الطبق واحنا على الصف على السفره كده، نلاقي الطبق شكله حلو فيفتح النفس. والليمونه هنحطها زي ما هي، شيل بس دي من عليها كده. واخد حتة شبت صغيرة ومعلقة وكده، احط الدريسنج عليه وابقى خلصت الطبق التاني بمنتهى السهولة.